شاء الله تبارك الله الغرفة حجمهم يعني قاسات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، كيف حالكم؟ طيبين؟ وتجربة جديدة في منتجع دولفين بيتش، كونوا معنا. وهذا الشكل العام الخارجي للمنتجع. الآن بسم الله بندخل. ها ايش هذا؟ شوف هذا المجسم الجميل. هنا المدخل، هنا تدخل. احنا دحين هنا صح؟ اللي كنت بتسبح وتفطر كنت لسه هذا المسبح. هنا الشاطئ الرملي، هنا خلاص البحر. اوه في هنا زي المرسى. ايش رايكم انتم يا شباب؟ متشوقين نشوف الارض الواقع. اما هنا في الدور الارضي هتلاقي في قاعه اجتماعات صغيره حوالي 20 فرد، في نادي صحي، مساج، وساونا، وجاكوزي، وبخار. اهلا وسهلا، ومعنا مدير الفندق استاذ محمد، كيف حالك؟ الله يسعدك يا رب. طبعا حتشرفنا وتورينا المكان وللمتابعين باذن الله. الله يحييك. بشكل مختصر ومفيد على قولتهم. الله يحييك يا متابعينك. ها شباب وينكم؟ وين الطاقة؟ بسم الله دخلنا الغرفة. هذه الصالة، هذا النظام جناح دحين. هذه من الغرفة. محمد جميل. ايش رايك؟ طالة حلوة. في طلالة؟ على وين؟ الميني بار، وهنا الدولاب. هذا الله يكرمكم دورة المياه، ما شاء الله تبارك الله. هذه زي الحديقة هنا، ما شاء الله تبارك الله، المنتجع تغيرت. هلا والله يا محمد، دحين بنشوف غرفة صراحة أنا أول مرة أشوفها. بسم الله. هذه دورة المياه الله يكرمكم، وهنا اللي هو الغرفة، ما شاء الله تبارك الله الغرفة حجمهم يا ساتر. احنا وين يا محمد؟ فلاش فلاش في الشونة. اخذنا مقلب والله. اني شغال في الفنادق صراحة، اشوف الغرفة حجمها مرة جيد. جدا جميل والله، جدا جميل. الله تبارك الله. شباب ما نبغى مجاملات، يرحم امكم يا شيخ. والله جدا جميل الصراحة، من جد والله جدا جميل، بدون مجاملة. الآن بنروح للنادي الصحي. طبعا النادي هذا قد جرب صراحة، ممتازين كده، مساج وحركات وطقطقة. يا محمد مو تبغى تمزح تسبح انت؟ يلا انقز انقز يلا. شوف كده، شوف. وهنا طبعا غرف المساج، هذه صناديق الأمانات، تنبطح طق 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 طق، احلى مساج يطق طق جسمك بالله. والله المويه يحمس. يلا طب، يلا بسم الله. ها يلا ثلاثة هوب. ضو وحركات، والله جو استرخاء يا محمد. طبعا هذه المويه والحركات هذه عبارة عن مساج مائي. كم وضعية فيها يا اخ محمد؟ 23. ضمن المرافق فيها صالة ألعاب، وفيها سوبر ماركت برضو. سوبر ماركت أسعارها كيف؟ معقولة؟ كويس جميل. إيه نقطة مهمة جدا يا شباب، إيش هي؟ إن البقالة أسعارها قريبة من السوق. يا سلام يا أبوي، حتى لو زادوا نص ريال والله يستاهلون، لأنه صراحة منتجع بعيد في الشرم وزي كذا، ويكون عندك سوبر ماركت عندك وبسعر رمزي شيء جميل. زين أبو نهال الحين وين رايحين؟ بندخل على احد الشاليهات، متحمسين؟ مره. يلا دورين، يعني ممكن ياخذ عائله ويخلي الكونكت. يعني احنا بندخل على شاليه غرفتين وصاله ودورتين مياه ومطبخ صغير هنا موجود مع ثلاجه بكامل تجهيزاته. الغرفه نفرين،
عسيرة مفردة، وهنا دورة المياه الله يكرمكم، وهذه الصالة، وهنا دورة المياه مع غرفة مستقلة تماما، غرفة مزدوجة. وهنا الصالة لها حكاية، الحكاية انه فيها بلكونة. كيف يا اخ بدر تنفتح بالسحب؟ يا سلام يا لب الجو. وهنا الجلسات الرومانسية، واحلى اطلالة على وين يا اخ محمد؟ هذه تصميم الغرفة، تكون الجو بعد اطفاء الانوار. مسبح خاص بالشاليه للناس اللي حتسكن في الدور الارضي. الناس اللي تسكن فوق وتحت عائلة واحدة عادي ممكن تسوي كونكت ويستخدموا المسبح مع بعض. في بعض الناس راح يجربوا. انا حترميني يعني؟ بسم الله. لا. وطبعا الدور الارضي نفس حكاية الدور العلوي. طبعا كل ما ينزل نزيل جديد قبلها بيتم تنظيف المسبح بشكل كامل حتى تكون مهيئة له. محمد الناس واصدقاء ابو نهال يتعود انه دائما يكون عندنا خلف الكواليس. هذا خلف الكواليس الان هذه الغرف وهذه التصاميم وهذه التجهيزات كلها تحت الانشاء. الغرف اللي شفتي قبل شويه كانت زي كذا وتجهزت، فالمنتجع كامله جالسه تتجدد. هنا دورات مياه عامه للمنتجع. طبعا ما شاء الله دورة مياه مجددة بالكامل. طبعا الشيء المميز ما نسوا ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه دورة مياه لذوي الاحتياجات الخاصة. مسرح يقام فيه الحفلات والمناسبات. هنا طبعا الشاطئ ينبع، بس ما شاء الله شاطئ مختلف، شاطئ ميامي. اخ بدر متحمس جدا للشاطئ هذه. مرة شفت البحر قريب كذا بجو هذا الجميل. الهواء قوي جدا. لحظة بشرب الشاطئ، تعال معي. اشرب. محمد ادمن المنتجع، اغرم فيه، لازم يجي كل شوي يجلس وحركات. شكل الشاطئ، الشاطئ الخاص بالمنتجع دولفين بيتش. ما شاء الله تبارك الله. اللي خلفنا هذا وين؟ في ينبع احنا؟ متأكدين؟ هنا تستاجر منه سكوتر كهربائي، تقعد تلفلف هنا. الدبابات البحرية، عقبال ما نجرب ان شاء الله. هنا طبعا زي المرسى للقوارب واللانشات، وطبعا هنا الجلسات. ندمت اني ما جيت هنا قبل. هاي يعني جالس اغريك يا محمد وانت بتروح عمان اصلا. لا برجع ان شاء الله. بترجع عشان منتجع دولفين بيتش؟ حركة. اذا تكون نهاية الجلسات. طبعا محمد يسوي حركة تايتانيك. الجو جو التايتانيك. المطعم اللي باذن الله راح نفطر فيه عبارة عن دورين، دور ارضي دور علوي. لما تقول لنا المطعم دورين وحركة، معقولة ما حندخل ونكتشف؟ مستحيل، مو من عادتنا. يلا دخلنا. بسم الله. وهذه الجلسات. بس محمد، وهنا احد الفائزين ما شاء الله تبارك الله، بالعافية عليكم. الله يعافيكم. الجلسات فوق المطعم. استاذ محمد ما قصر معانا صراحة، يعطيه العافية. ايش اللي ما في؟ ابو نهاد الحين بيطلع السفينة. يو بوت. واو. السلام. حركات ما شاء الله تبارك الله. تعالوا هيا تعالوا في مغامرات هنا. بدر انتبه لراسك. بعد ما اخذنا لكم جولة على السفينة السجاجية. بسم الله. محمد يا خواف ان شاء الله الموية صافية، ودك تشرب منه والله. شوفوا مين قابلنا العمدة، حياك الله، نورت والله. الله يخليك. طبعا هذه الافطار. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية ان شاء الله. شكرا. منتظرين الاذان ان شاء الله باذن الله. متحمس للفطور؟ نعطيكم التقييم باذن الله. كويس.
فريش كويس كذا انا مبسوط. ما حيجيب بعد حتى لو زيتك غير سلام. هلا والله، كيف حالك؟ طيب. ايش اسمك؟ فهد نواف مصفر الحلمي. ما شاء الله تبارك الله. ايش رايك بالفطور، عجبك؟ ايوه. ها انت كنت صايم اليوم؟ ايوه. يلا تقبل الله. شكرا. عفوا. رمضان كريم. يا اهلا وسهلا باهل الرياض، كيف حالكم؟ طيبين؟ ها عجبكم ينبع؟ صمت اليوم؟ ايوه. كيف كانت الفطور؟ ايش اسمك انت؟ جوري. جوري، وانت اسمك؟ يارا. ها مستمتعين هنا؟ شكرا. يا هلا والله، الحمد لله فطرنا وكان فطور لذيذ جدا. الان بنصلي، اهم شيء الصلاة. المكان محاصر بالارواح. يا ويلي يا ساتر. وانت يا بني راح تؤسر. وايش بك يا محمد؟ سلامات. الجن اكلت؟ في قران جنبك ترى يا حميد، ما عليك. نصيحه، لا تكثروا الاكل. شايفين انبطحنا من المسجد احنا. يا ويلي ويلا. طيب انت رايح. والله في عندنا خلال شهر رمضان في عروض اكثر من 50%. تمام. في وحدات كثيره، غرف، اجنحه، شاليهات، غرفتين. في افطار رمضاني ممتاز جدا وتوزيع جوائز رمضانيه يوميه. تمام. منها على سبيل المثال تذاكر دبي، في العاب بحريه، في اسعار ممتازه جدا للجروبات والافطار للشخص بشكل عام يعني، وخصوصا على اي حد يجي على تبع قناه ابو نهال له سعر خاص بيه ان شاء الله. باذن الله باذن الله. طيب في رقم شيء هنا؟ طبعا الارقام كلها موجوده في الاسفل الفلاير. كانت صراحة تجربة ممتعة وكذا وصلنا نهاية الفقرة. أنا أتمنى أنه كل اللي حابين يقضوا يوم جميل سواء في رمضان أو بعد رمضان فترة العيد أنهم يجوا هنا ويجربوا كل الأجواء الحلوة اللي عشناها. صراحة أجواء جميلة، مكان جميل، مكان نظيف، أسعار جميلة. أبو نهال راح يقول لكم الأسعار وكيف الأكل. أبو نهال من كثر ما دقينا الأكل إحنا خلاص متحدرين خلاص، لدرجة شايفين جالسين في كنبة مطعم. حالتنا مزرية اليوم. المهم كذا أقول لكم سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كن مبتسما دائما في أمل. يا أهلا وسهلا. ما إنه العيد قرب وزي كذا، في ما شاء الله كم حساب شفته في السناب شات، مبدعات ما شاء الله تبارك الله، جولات في السوق وايش المنتجات والاسعار، وبشكل عام حتفيدكم ان شاء الله، خاصه اخواتنا من صديقات ابو نهال. فان شاء الله بحط لكم الحسابات زي ما هي ظاهره عندكم الحسابات هذه، تضيفيهم ان شاء الله وراح تستفيدوا منهم باذن الله. راح يشتري على نهال ان شاء الله باذن الله. الله يحفظك. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.